أتذكري؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشر. أتذكري؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. روعة يا أبو روعة. كانت الميزة الوحيدة بكون الصبي الوحيد في العائلة هي عدم الذهاب إلى الخدمة الإلزامية أو خدمة العلم، وما أدراك ما العلم. فلم أكن مدللا عند أبي أو أمي كما هي العادة إذا كان الصبي وحيدا، لكن القانون دللني وأعفاني بالتالي من خدمة العلم التي تقسم حياة الشاب السوري إلى قسمين، قسم ما قبل الجيش وقسم ما بعد الجيش. وطبعا فإن سنوات الخدمة كانت كالهم على قلوب الجميع دون استثناء، وبالتالي فإن أمر التهرب منها كان يتم إما عن طريق التأجيل بسبب الدراسة، إلى درجة أن بعض الطلاب كانوا يتعمدون عدم التخرج من كلياتهم بسبب الجيش. وأعرف من درس الحقوق وبقي طالبا حتى تجاوز عمره السن القانوني لخدمة العلم. أما الصناعيون والتجار فكانوا يدفعون الرشاوي للضباط كي يؤدوا خدمة العلم دون أن يداوموا. فتسأل واحدا منهم: أين خدمت الجيش؟ فيقول: بالبيت. وبالطبع فإن المغتربين فرحوا بقانون دفع البدل المادي الذي صار هدفا بحد ذاته، فهرع الشباب إلى الغربة كي يحق لهم دفع البدل. فالجيش هم ثقيل حقا، إلى درجة أن الذي ينهي خدمته الإلزامية يقيم حفلا فنيا في بيته بهذه المناسبة. وقد حضرت العديد من حفلات التسريح التي تضاهي حفلات الأعراس بضخامتها. أما أنا فقد كانت حياتي كلها حفلات تسريح، كل يوم عندي حفلة، ولما لا، فأنا معفو وحيد. هذه هي صفتي في دفتر العسكري الذي أحمله، لكن علي أن أذهب كل عام إلى الدرباسية حيث شعب التجنيدي كي أجدد المعاملة، مثبتا أن أمي لم تنجب عبقريا جديدا، وبالتالي فما زلت وحيدا. وكان رئيس شعب التجنيد الدرباسية أبو روعة، وهو من الساحل السوري الجميل طبعا، شاعرا كلاسيكيا، إضافة إلى كونه ضابطا برتبة نقيب، قد سمع بأنني شاعر وكاتب، لذلك كان يطلب مني الجلوس بينما يأمر العسكري أن يتابع معاملتي بين أروقة الشعبة ومكاتبها التي لا تتجاوز الغرفتين وزنزانة. ويغلق العسكري الباب، فيخرج أبو روعة ديوانه المخطوط والمجلد على نفس شاكلة أضابير العساكر بالغلاف الأسود ويبدأ بالقراءة، وأبدأ بهز رأسي دلالة الإعجاب والمتابعة، بل إنني أحيانا أطلب منه أن يعيد بيتا فاتني التمعن فيه. وفي غمرة اندماج أبو روعة يطرق العسكري الباب، فيتوقف أبو روعة عن القراءة منزعجا ويقول: ادخل. فيدخل العسكري ومعه عسكري غر فار ليعرضه عليه: هذا مشكل إفرار من دورة الأغرار سيدي، قبضنا عليه الآن، حطه بالزنزانة هلق، يقول أبو روعة. فيخرجان، ويكمل أبو روعة القصيدة بفتور ما يلبث أن يتحول إلى حماسة منقطعة النظير. ويعود العسكري ليقاطعه ومعه ورقة تحتاج إلى ختم. يختم أبو روعة الورقة ويوقع عليها دون أن يتفحصها كالعادة، فهو مشغول بالشعر الآن. وين كنا؟ يسألني أبو روعة، فأرتبك وأتلعثم وأحاول أن أتذكر. كنا عند صخرة تتحطم عليها الأمواج. ويتابع أبو روعة معاقبتي بشعره، ويعود العسكري بورقة جديدة. يبدو أنه يأتي بكل الأوراق التي لا يمكن أن يوقع عليها أبو روعة بسهولة في هذه اللحظات الصافية الثقافية تحديدا، ويوقع أبو روعة، ثم يتابع جلدي حتى نهاية الدوام ونهايتي. آخذ دفتري وأمضي إلى حلب وأنا معفي وحيد لسنة جديدة. ولكن الأيام تمضي، وموعد توقيع أبو روعة جاء، وإلى الدرباسية توجهنا. لكنني مررت بعمودة بطريقي وعرضت على صديقي الشاعر محمد عفيف الحسيني أن يذهب معي إلى الدرباسية على أن نعود معا إلى عمودة، طالبا منه أن يثني على قصائد رئيس شعبة التجنيد كي لا تتعطل معاملتي. ورافقني الشاعر إلى شعبة التجنيد حيث تعارف الشاعران على بعضهما البعض، وبالطبع كانت أوراقي تدور بين الأروقة والمكاتب، بينما امتدح محمد أبا روعة على الأمسية التي أحياها في المركز الثقافي بعمودة. فطرب أبو روعة وقال بأن زجاج النوافذ تكسر وقتها من شدة الزحام، فقال محمد إن هذا الأمر حدث مع شاعرين فقط،
مع أبي روعة ومحمود درويش، فوافقه أبو روعة وقال نعم صارت مع أحمد درويش كمان. واستغليت فرصة الانسجام بينهما واستأذنت تاركا محمد عفيف لوحده في مواجهة بطل العالم في الشعر. عدت قبل نهاية الدوام لأجد محمد عفيف متهالكا على الكرسي وهو يهز رأسه مستمعا إلى قصائد أبي روعة التي لا تنتهي إلا بانتهاء الدوام. وقال لي أبو روعة راحت عليك الجلسة الجميلة. فهزست رأسي متصنعا الأسف بينما محمد عفيف يرمقني بحقد دفين. وفي السنة التي بعدها مررت بالحسكة وأخذت الشاعر حسين بن حمزة معي ليذوق ما ذاقه محمد عفيف قبل عام من ويلات الشعر العسكري. وقد أعجب أبو روعة بتحليلات حسين النقدية لشعره، لكن جملة المدائحية له روعة يا أبو روعة بقيت هي المفضلة عنده. وقد أهداني بسببها صورة له وهو يلقي الشعر بلباسه العسكري الكامل في احتفالات أبناء شعبنا بمناسبة الحركة التصحيحية ورتب النقيب على كتفيه. وفي آخر مرة زرته فيها قلت له روعة يا أبو روعة، فلم يطرب بل وضع الدفتر الضخم جانبا وقال أبو أسد، وأردف باعتزاز جابت مرتي صبي. هكذا حدثنا عبد المجيد. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.